أهمية يا دكتور وجود طبيب نفسي في للعيبة مع الضغط اللي بيتعرضوا له؟ حضرتك شايف كمان بزيادة مع وجود السوشيال ميديا قد إيه بقى في ضغط من الخسارة، مفيش أي جمهور بيقبل خسارة من أي لعيب، فأهمية ده كلمني عنه. طبيب نفسي او اخصائي علم نفس رياضي زي ما التخصص بتاعي، ويمكن بالظبط انا هنا هشرح حاجه مهمه جدا. حضرتك كلنا بنبقى عايزين حد في علم النفس، تمام، صحيح او يعني بنهتم بحاجه زي كده، انما هل حضرتك سمعتي عن حد مثلا اخصائي او حد او مجال اسمه علم نفس للاعلاميين، علم نفس للاطباء، علم نفس مثلا؟ لا، قال لك علم النفس للرياضيين. يعني انا علم النفس ده الاول حاجه كبيره جدا، انا خدت منها حته صغيره او حته معينه، انا بتكلم الرياضي فقط. طب ايه اللي خلاهم يعملوا كده، او علماء النفس ايه اللي خلاهم يفكروا في ان انا اتخصص او اعمل تخصص في علم نفس للرياضيين فقط؟ قال لك لان ده الانسان الوحيد اللي بيأدي عمل، وقد يكون من سن صغيره لحد كبيره، قدام عدد كبير من الجمهور، وممكن يتعرض زي ما حضرتك قلتي مثلا للاهانه او تقليل صحيح منه، ممكن يتعرض للمدح الشديد، ما هو برضه المدح ده بيأثر في نفسيتنا، فبالتالي ممكن يتعرض ده من قطاع كبير. يعني مثلا الموظف اللي بيأدي عمله قدام جمهور هيبقى قدامه كام؟ 50 20 30، ومش كلهم هيشتموه في نفس الوقت صحيح ولا هيمدحوه في نفس الوقت، فبالتالي قال لك الضغوط اللي عليه بتبقى كبيره جدا. فانا عشان كده عايز اول حاجه افهم السلوك بتاعه، افسر السلوك بتاعه، استطيع ان انا اعدل السلوك بتاعه، واستطيع كمان ان انا اتنبأ له بالسلوك القادم. فده يبقى لازم يكون له علم مخصوص، ويكون له حد مخصوص في مختلف المجالات، وليس كرة القدم للفريق الكبير فقط. عشان حضرتك مثلا ذكرتي قلتي حاجة جميلة، ان هي كان مانويل جوزيه من سنوات طويلة عامل كده، والأندية الأوروبية بتعمل هذا التخصص طبيب نفسي او استشاري علم نفس رياضي او حد متخصص في التنمية البشرية. اوكي، ده جميل جدا، انما احنا هنا بنتكلم برضو على قطاع كرة القدم اللعيبه او الفريق الكبير، انما فين قطاعات الناشئين دي كلها والاشبال اللي هم قد يكونوا محتاجين اكتر؟ ومع حضراتكم في الحلقه صحيح هشرح ده ليه، لان انا عارف ان في اولياء امور كتير في لعبات كتيره جدا في انديه مختلفه كانوا محتاجين حاجه زي كده، ويقولوا يا ريت ان حاجه زي كده تكون موجوده، ولكن الانديه للاسف مش عارف ليه مش متوفره.